فوازيركو ال 14 سنة اللي عملتوهم أبيض وأسود. آه لا دي كانت حاجة مش طبيعية. أنا شفت بقى ده حضرته بعض الأوقات. أنتوا كنتوا أحيانا بتصوروا على الهوا، وأنتوا أساسا بتعتبروا بتتصوروا على الهوا لأنه مفيش مونتاج، بتاخدوا التيك على بعضه. ومخرج الله يرحمه محمد بنا مدي له خفة دم، كنت بعشقه يعني. الأستاذ محمد سالم واحد قال لي كلمة، قال لي عدوه يحبه. يعني اللي منغاز منه يحبه. انسان ربنا مديله نور في وشه كده وضحكته الجميله، وكان يحبنا انا قوي قوي يعني. بالذات اكتر يعني، يعني يقول لي انت مش عارف مين اللي عارف جروشون ماركس، اخوان ماركس اللي هو ابو شنب بتاع، بيقول كان يمشي المشي دي بتاع الوزه، هو كان يحبها قوي الوزه بدون منازل، يقول امشي مشي الوزه. اقول له استاذ محمد دي سمعتك احنا نمثل، احنا جايين نمثل، جايين نضحك، امشي. كان جورج حبيب قلبي ربنا يشفيه يجي بيعمل دور باشا، يقول ايه ده؟ البس ست. يقول له استاذ احمد عايز ايه بقى؟ ايه وسيمه؟ روح البس ست. جورج لما يلبس ست لا يجرى. فظيع. هو ما في حد عمل ست زيه. يعني رهيب. كنت موته او غير كنت موته وبتاع. كان انتوا كان يعني عقبال ما وصلتوا بقى للفورم ده سبتوا عليه، وانا شفتكم مع محمد سالم الله يرحمه، لانه هو كان كمان جاي من امريكا، متعلم في امريكا وعنده يعني فيجن مختلف خالص عن السائد، عشان كده قدر يطلع الطاقات دي وقدر يستخدم كل واحد في الفورم بتاع. انت اللياقه اديتك شغل غير اللي اديته للقلبوز لجورج، غير اديته للضيف. كان الضيف لسه بقى ما جاش. كان عادل نصيف الاول. انت عارف شافنا ازاي محمد سالم؟ رايح مكتبه فبيبص في المونيتور، كان فيه في الاستوديو تحت الدور السابع في التلفزيون. كان فيه تحت في المسرح شغال، كان فيه الاستاذ فؤاد منيب. كان بيعمل برنامج اسمه مع الناس. مع الناس ده كان بيجيب فقرات مواهب. فجاء جورج قابلني، كان التلفزيون لسه فاتح، وكان هو جورج ماسك عين شمس المنوعات، وانا كنت اسكندريه. قال لي تعالى التلفزيون فتح وتعالى نقدم وبتاع. قلت انا بعمل سكتشات ايه بقى؟ السلامات حول العالم. الجواز حول العالم على مستوى الجامعه. ازاي؟ مع مين؟ مع عادل نصيف؟ مع عادل نصيف وجورج. يعني برضه نفس زي كتبوته كده؟ لا 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 لا. ايه بقى؟ المخ بقى يعني، كنت مثلا على ما افتكر كنت مثلا اقول لك يعني مثلا السودان بيسلموا على بعض ازاي؟ مش بيدوا مساء الخير مساء النور، كيفك انت عامل ايه النهارده؟ والله انا ما عملت حاجه، انت ما عملت حاجه يا راجل يا راجل، مش بقول لك يا ابني انت عايز ايه؟ قول السلام عليكم، عليكم السلام، روح ماشي. حاجات كده اللايت دي الانجليزي ولهم تقل يعني، يقف بيه ربع ساعه يقول هاي هاي ويمشي. كنت بقى يعني مخي يجيب حاجات الفرس ده يعني كانت تطلع لوحدها. فكان السكتش ده عامل جو كبير. هو قاعد فوق بقى بيتفرج بقى. لقيته راح نازل لنا تحت في الاستوديو. احنا طالعين حتى وانا جاي من اسكندريه بقى، جاي من جامعه اسكندريه. وجورج هنا، فطلعنا قالت انتوا منين؟ قلت يا فندم انا جامعه اسكندريه وبتاع. وانت كربوز منين؟ على جورج قال انا هنا يا فندم جامعه عين شمس. وانت وكنا بنعمل دكتور الحقني بقى بعادل بعادل، لان هو صاحب النكته. يعني كان عادل نصيف كنا نقعد كده مع بعض يمشي يقول دكتور ويرقص راس يخرب بيته. ما شاء الله عليه فظيع. خف الدم الدنيا فيه. عمري ما شفته مبوز او زعلان. في ناس كده ربنا اداهم نعمه انك ما يزعلش ابدا. انا بعشق ده. ما انت يعني كده سمير، بس لا يعني انت بتقلع على الحدث دايما، عمرك ما بتخش جواه قوي. بس لوحدي لوحدي اللي يعني ده مش انا، معظم الكوميديانات معظم الكوميديانات لقينا نشيل الهم قوي ونفكر كتير وبتاع. بعدين ربنا سبحانه وتعالى بقى بيدينا فايه لقيت ده بقى بيقول دكتور حاجه، فروحت عاملها تمثيليه. قلت له انا هعمل الدكتور وانت الرقاصه اللي عندها مغص. وكان معانا واحد تاني اسمه نور المأمون، ده مهندس زراعي دلوقتي. فكنا بنعمل السكتش ده. ف لما قابلت جورج خدت جورج بقى بدل نور المأمون، لان هو اللي جاب لنا التلفزيون، هو يعرف الاستاذ فؤاد منيب.
شافنا قال طب انت رايحين في دايت؟ قلت انا هرجع الكليه وانت يا جورج. طيب انت كنت مسمي نفسها مسميين نفسنا اخوان غانم. ياه ما عامل زي اخوان ماركس. نلبس كحلي كده وبابيون اسود واخد بالك وحفلات بقى يعني جينا حفلات بقى وكنا سعداء قوي. الحفلات دي ايه بقى بتقبضوا؟ يا ساتر. تلاتة جنيه يا ساتر. تلاتة جنيه ده مره افترينا مره خدنا 9 جنيه. يا نهار ابيض. كانت حفله ناس جامدين قوي. يا ساتر يا رب. ناس يعني تقال. وانتوا كل واحد 3 جنيه لوحده؟ كل واحد 3. بس كان وحيد الله يرحمه يعني كان لما جاي دخل معانا بقى وحيد اسكندراني مش سهل. خف الدم العالم في هذا الوقت. حكالي هو الواقعة دي حصل. ايوه قولي لي بقى. انا يعني الله يرحمه مش بحبه. الف رحمه تنزل عليه طبعا. رهيب رهيب رهيب. بس ايه 3 جنيه عشان انتوا حد فيكم قلب التاني حضرتك؟ هقول لك حاجه. هو بقى خف الدم وحيد كان يطلب اكتر ويخنصر. لحد ما فقسته انا مره. ايوه فقسته. عشان كده بقى ربنا ما بيسيبش. يعني يقول لكم هو مثلا يطلب 9 ويقول لكم خدنا 6. واحنا واخدين 9. هو مخنصر كل واحد جنيه والثلاثه. وبعرفها والله بالصدفه من حد في الفرح. قلت له وحيد احنا خدنا كام في الحفله؟ اللي هو 6 جنيه. ما قلت لك خدش ال 2 جنيه؟ قلت له وحيد انا سمعت طبعا. انت عارف حبيبي انا سمعت انهم 9 جنيه. قال ايوه. قلت له طب فين؟ قال لي ضرايب. يا الله. حتى التقليبة اللي جابها منين وحطها؟ كنت اول مره في حياتي اسمع كلمه ضرايب. واسمع انها رعب. ضرايب يعني رعب. فسكت بقى. فبقيت اخد بالي بعد كده اي حفله تيجي فيها ضرايب. لان عارف انه اتفقس بقى. يقول لي لا لا دي. فكان جميله الحفلات دي بقى. كانت حفلات بقى الجامعه. مسابقات الجامعه. كليه الاداب عامله حفله. نروح اخوان غانم. مش عارف ايه عامله حفله نروح اخوان غانم. سان ستيفانو عايز سان ستيفانو فرح ضخم قوي نروح رايحين. حد بقى ما جاء فجاه عادل نصيف قال انا رايح امريكا. فزعلت الحقيقه انا وجورج وبتاع. بوم قابلت ضيف حبيب قلبي لقيته في محطة مصر نازل من الأتوبيس كده. بس كنت أسمع عنه في جامعة القاهرة ماسك فريق التمثيل. لأن هو كان همه كله إنه يبقى مخرج. مش في مخه يمثل أبدا. يعني التمثيل ده بالنسبة له كان حتى هتبص ليه كمان اللي كان دايما يمثل يعني له وشه كده كاركتر لذيذ لأنه مفيش شبهه. مفيش حد شبهه أبدا. ده حصل. فدي الميزة بتاعته. إنما كمخرج عنده أفكار تجنن. هو كان بيحلم بالإخراج. عزيز الضيف أحمد، بسأل عنك كل ما بضحك بس ما بيجيش الرد. كل ما بلمح حد واصلك أجريله ألقاه يتشد. بيني وبينك عندك أحسن أروق أنضف. لولا الرب علينا بيلطف كنا زماننا بناكل بعض. بس بنضحك نزعل نضحك نفرح برضو نضحك. عزيز الضيف أحمد، معرفش إذا كنت سامعني ولا ما عدتش تسمع حد. فاكر لما كنا نغني كنا نضحك طوب الأرض. بيني وبينك كل ما دقق أفكر أمعن بشعر إني خلاص هتجنن. بس مفيش من المكتوب بد. وهي أيام بتعدي يا ضيف وهنتقابل بلا تكليف ونقعد نضحك. قابلتوه وكان واخد كاس جامعة القاهرة. ايه تعمل معانا يا ضيف الثلاثاء؟ بس هعمل ايه يعني؟ قلت له النبي انت تجنن والله. قال اوكي. كان غالبا قميص وبنطلون كده وبتاع. فاول ما خدناه رحنا الاستاذ محمد سالم.
انا ما انساش بقى استاذ محمد ساونه. هو بقى عيني واقف بالقميص والبنطلون كده بتاعته له وش كده فراح منادين يا استاذ محمد ساونه. قال ايه ده؟ قلت له ده يجنن. قال يجنن ايه؟ قرد. ايه ده؟ قلت له استاذ محمد ده رئيس فريق التمثيل في جامعه في كليه الاداب جامعه القاهره. قال لي ده؟ قلت له استنى بس انت هتشوف. جاب حبيب قلب حسين السيد راح عامل كوتوموت. بس راح كوتوموت شقلبت العالم. وبعدين عدينا بقى المسرح الابيض واسود دي فتره فظيعه. وبعدين ابتدى التلفزيون يتلون. ابتدى يتلون بقى. كنت انتوا بقى في الحته دي بعد ال 14 سنه فوازير اللي الاولانيه كثلاثي. اشتغلت نيلي. خدت سبع سنين. عملت ما شاء الله كورس من الاذين. جيت انا بقى كنت بحلم بفهم عبد الحميد وشغل فهم عبد الحميد. فجاه لقيت مدام همت مصطفى بتطلبني الاول. يا رب اللي كلمتني مدام فريال صالح الله يرحمها. الله يرحمها. لقيتها كانت تحبني جدا الست دي وكانت لذيذه ما تستعملش كلمه لما تموت على روحها من الضحك. راحت بعتها لقيت اداني تليفون قالت لي جري دلوقتي تروح تلفزيون تقابل همت مصطفى لانهم عايزينك تعمل فوازير. قلت لها انا؟ قالت لي مع فهم عبد الحميد. قلت لها طب ونيلي ما هي شغاله؟ قالت لي نيلي هم مش عايزين دلوقتي نيلي. عملت فتره ويمكن ما تريح سنه سنتين. رحت بقى جري قابلت همت مصطفى بصيت لي كده قالت لي ايه رايك؟ قلت لها يا فندم انا تحت امرك. قالت لي جمله غريبه جدا قالت بس خلي بالك هتتشتم والمصحف عشان جاي بعد نيلي والمصحف. قلت لها نعم يا فندم. قالت لي اما ما تضايقش يعني هتتشتم وبتاع بس ما انا مش فاهم هتشتم ليه يعني ما عنديش فكره يمكن انا يهودي ومحدش واخد باله ولا ورحت وقابلت بقى الحاج فاهم عبد الحميد حبني جدا وحبيته جدا والحماس بقى وعبد الرحمن شوقي ورحنا بوم وسمير حبيب وحلمي بكر الشله دي كلها بتاعت الفوازير وعبد الرحمن شوقي قلبي وراح وحطينا فطوطه كان اسمه الاول بطوطه ابن بطوطه وبعدين حتى كانت البدله السوداء انا غير حاجة فاهم غير البدله خلاها قدرة. رحت جاري بقى جايب شنطه من شارع الشواربي اكسسواراتك يا سمير طبعا شنطتين الكبار دول جزمه والجاكيتة والخيال بقى يعني جاني واللي كان ان هو حجمه قد كده انما وعشت في شخصيه فطوطه اللي هو الراجل القصير بس كذاب ابيض بس كذاب لذيذ كذاب كذبه ما يضرش يعني يكذب تحبيه وفشار ما لما فشار لازم يبقى في الحجم ده يا راجل انت ما شفتش في ايده كبيره وبتوجع قوي وانا اعصابي مش تعملها خلاص انا قررت اعمل بيك الفيلم براحتك طب وانت هتروح فين والله انا يمكن اروح اقعد على القهوه شويه عاوز اركز شويه واسف لي يجي كيلو جزر كده وخلي بالك من اللي ستوديو دو باي 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 وقتها ميزو دخلت على طول بعد تاني سنه فوازير انا فاكر ميزو والله ميزو انت لقيتك ماشي انت في الطرق كده تعبت قعدت تقول تطاردني انا كنت باجي لك انا وايناس جوهر نسجل لك برامج في كل ما تروح في حته نجري وراك انا وايناس فاحنا اصحاب اوريدي انت قلت لي تعالي سعد مش عارفه ايه فانا قلت لك لا لا ماليش في الكلام ده يا سمير ابوس رجلي انت قلت لي امثل ايه؟ لا 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 اسمعني وسافرت انا حاجه وانت كلمتني في اليونان قلت لي تعالي انا هاخدك الدور الاول في مسلسل يجنن وفي دور حلو قوي وداخلين هنصور لانه في رمضان trust me darling trust me I get tired you know you eat fondom لا عن اذنك صافي صافي حبيبتي خليكي اموره حلوه وبطلي رزاله عشان ما ازهقش منك واطفش تعرف اني لازم اجدد حياتي باستمرار واللي يجدد حياته باستمرار يمشي معاه 13 اشهر بحالهم شرفي انا سونيا دي ما اعرفهاش غير من شهر واحد بس انا خلاص قطعت علاقتي مع كل طيب اعمل حسابك لو صاحبت واحده اكتر من شهر هخنقك لو ما كنتش عصبية شوية تعرفي روحنا انا ما طقش اي واحدة في حياتي اكتر من شهر
ليه الواحدة دي؟ لا لا ما عدا انت طبعا يا روحي. امال مش عايز تتجوزني ليه؟ انت عارفه ان انا مش بتاع جواز، انا ما ينفعش في الجواز يا صافي، انا راجل عيني زايخة عشان هنا وهنا. فانا يومها كنت لابسه زي بربطوز كده ابيض كده عند بتاع وكاسكته بيضه. ايوه كنت مسرجله قوي معرفش ايه. فخدتني تحت وقلت لاباظه بص يا اباظه بص بقى دي هتعمل صافي المجنونه. فاباظه بص لي قال لي اتفضلي اقعدي. فانت قلت له لا لا دي مذيعه مش جايبه معلقه وطبعره ارحمني. وراح مديني المشهد الثاني في الحلقه الثامنه اللي انا بروح فيه الفردوسه اقول لها صدقيني يا هانم مش عارفه ايه. وقريت وانا بالطريقه دي. المهم ان احنا لما دخلنا المسلسل ده يا سمير لو تفتكر ابتدينا نصور وبعدين دخل علينا رمضان كويس. فابتدت اول حلقه تتذاع بالنسبه لي انا. انت واخد طبعا على الكلام ده جدا. انا بقيت كنا بنصور بعد الفطار. انت عارفه انا واخده كام في المسلسل ده؟ ولا انا كنت واخد كام؟ كام انت واخد؟ والله ما انا فاكر انا واخده 300 جنيه في المسلسل كله طبعا. افترى اي حد انا. وانت ضرب عليكي؟ اه طبعا. فالمهم بقيت اخرج فجاه. احنا بنروح بعد الفطار مسار لحد الصبح. فبخرج والناس في الشارع عايشه. ابتديت احس بقى النجاح ابتدى يتحقق من اول وتاني وعلى طول. فالنو تايم بقى اللي هو انا بصور معرفش قدري ايه معاك انت سمير غانم ودي فردوس كده وانا ولا حاجه. الاقي نفسي اتشهرت مش في ولا وقت. ده انا لسه بصور المسلسل لانه كان ابتدى يتذاع على الهوا فعلا. دي كانت فتحه خير يعني. انت طول عمرك انا لازم اقول الجمله دي انت صاحب فضل عليا وانت اللي لي. اكتشفتني. لا بس انت فنان. ما انا يعني صاحب فضل يعني. انت عملتيه فضل بقى لانك انت يعني ايه قويه من جواكي ما شاء الله وخدت الدور ورحت عامله كده صافي. دي كانت حكايه. انت عارفه لينين عامل ايه دلوقتي وكاتب نصه تقريبا؟ عامل ميزو 2000. يا ميزو بعد ما اتجوز وخلف وبقى له احفاد. عايش ازاي مع احفاد؟ بس لسه ما جاش نصيب يعني. احنا يلا وانا هبقى رحت فين بقى؟ موجوده ده. عامل حسابه انت بقيت عانس ومزعجه. عامل حسابه انت وعامل حسابه يجيب اسمه ايه ده من امريكا سامي هيجي يومين. وافق سامي معايا على الفيسبوك قولوا لي بس وانا اقوله. وفردوس وافقت تيجي برضه كضيفه بس كضيفه شرف كده حاجه. انا في عيال وفي احفاد. بس انت اتجوزتها في الاخر هتوزعها تيجي ضيفه. هو انا اتجوزتها؟ ايوه يا عم انت وسبتني انا رميتني في الزباله. ده كلام. لا اغير بقى. انت ولعت فين؟ احنا ولعنا مش عارف في بيتكم باين انت وهي. انت برافو عليكي. فاكره ما انا بشوفها حبيبي. انت مش متخيل يا سمير الاطفال دلوقتي يعني. انا كنت قعدت فتره مثلا طويله خلاص مش متخيله ان الولاد عارفيننا او عارفيني. انت طبعا ما ينفعش يتقال معاك كده عارفينك ومش عارفين. لكن ابتدوا يتشاف الحاجه تاني. فابتديت اتعرف تاني انا خلاص بقى يعني. بقالي كتير قوي مبطله يعني. بس كانك لسه افلامك كلها بتتذاع دلوقتي. كانك بتعيد النجوميه دلوقتي. او التعرف يعني مع الناس. ايام جميله وتاريخ جميل. ورحنا عملنا بقى يا رب ولد في الفتره دي. طبعا الفيلم ده انت لو تعرف قد ايه الشباب بيتداولوه على الفيسبوك وعلى اليوتيوب والبتاع. قالوا لي وعم بقى نكت. عمر عبد العزيز طول يعني. عمر عبد العزيز طول النهار بتقال له يا سلام عليك مش عارف ايه والاجمل افلام اجمل افلام كده. هو حبيبي هو يجنن. عمر في الحاجات دي حكايه. فاكر حاجه من يا رب ولا يعني؟ انا فاكر بس مشهد لذيذ انا وفريد شوقي. وانا قاعد يقول لي انت بتعمل ايه؟ قلت له تايه ولا حاجه يا حاج. ابوك فين؟ تعيش انت يا حاج. وامك تعيش انت يا حاج. مش عارف يعني ما عندكش حد تعيش انت يا حاج. مش عارف في الاخر قلت له حاجه غريبه. حاول افتكر. معرفش ايه يا حاج. انا ما انساش المشهد. انت تعيش يا حاج. انت تعيش يا حاج. لا وفي الاختراع بتاع البيض لما بتحكي له بقى ان انت هتعمل مزرعه والبيض وهو مش عارف يرقد على البيض حاجه كده مريعه يعني. لا وانت كنت مش عارف تدخل كريمه واختار ربنا يديها الصحه تلاقيكي في الدولاب ولا فوق الدولاب ولا مين اللي كان فوق الدولاب؟ احمد راتب؟ اظن احمد راتب كان ما بيستحماش المفروض خالص. لا ده احمد راتب. انا معاك. انت بودعك كل شويه على الباب وتقول لي انا نازل تحت
فاقول لك المطر خلي البال، وتقول لي الدنيا مطره ومش عارف، اقول لك خلي بالك يا حبيبي اوعى انت مش عارف ايه. أيوة. وفي مشهد مهب بهباب لما بنروح الحمام وانت لابس الشورت الشورت اللي كنت بتلبسه راكور، انت بتلبس الشورت واحنا بتدينا البتاع عشان يتقطع نفسنا كل شوط عشان تروح منفس كده. ده فيلم مثلا تتفرج على 20 مره تضحكي. اه عمتي ايوه اخيني الميه ساقعه يا دوحه مش قوي. خد لك شكرا ربنا يوفقك يا اسوي. خش يا بنت خش اتكفسي في الاوضه جوه.